بعد 4 سنوات من المفاوضات الأصعب في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري يسمح للطرفين بتبادل البضائع دون رسوم جمركية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن المفاوضات لم تكن سهلة، لكن الاتفاق كان يستحق المعاناة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي نجح في ضمان حقوق الأوروبيين. الاتفاق المؤلف من 2000 صفحة يظهر أن البريطانيين حصلوا على ما يعتبرونه استعادة السيادة على حدودهم، بينما نجح الأوروبيون بحماية تجارتهم وأسواقهم، وأن الطرفين قدما تنازلات ساعدت في تحقيق الاتفاق بشأن الصيد البحري ومعايير المنافسة العادلة وآليات حل الخلافات التجارية. وثيقة مسربة كشفت أن الوفد البريطاني المفاوض نجح في تحصيل 47% من مطالبه، بينما أخذ الوفد الأوروبي 17%، وتم التوافق على 40% من النقاط الخلافية، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء البريطاني نصرا للمملكة المتحدة. وبموجب الاتفاق يسمح للسفن الأوروبية حمل 130 ألف طن من الأسماك سنويا خلال 5 سنوات ونصف السنة، ثم التفاوض مجددا على المرحلة المقبلة. إعلان الاتفاق منح الأسواق المالية دفعة كبيرة بعد الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، فارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، ولكن العاملين في قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 80% من الاقتصاد البريطاني لن يستفيدوا من ولوج حر للسوق الأوروبية، بل سيكون عليهم الحصول على معادلة مؤهلاتهم وشهاداتهم من الأوروبيين. لكن حالة من الغضب سادت اسكتلندا التي تلقت ضربة موجعة بسبب عدم استفادة قطاع إنتاج البطاطا فيها من الدخول الحر للسوق الأوروبية، والذي يبلغ حجم معاملاته 133 مليون جنيه استرليني، وهو ما دفع رئيسة الوزراء نيكولا ستورغن لإعلان رفضها لهذا الاتفاق لأنه ضد مصالح بلادها. المراقبون قالوا إن الاتفاق طوى صفحة قانون بريكست الذي خرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي بدأت رحلته في 23 من حزيران عام 2016. وبهذا الإعلان يصبح اتفاق بريكست الذي خرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا قد انطوى، لتبدأ مرحلة جديدة غير أنها لن تكون بمعزل عن المشاكل، بعد إعلان رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن رغبة بلادها بالانفصال عن بريطانيا بحسب المراقبين.